أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الأذى وتخصصوا في فنه الملعون. أذكر بعض المؤرخين أن الحجاج بن يوسف الثقفي لما أدخل عليه سعيد بن جبير رضي الله عنه ورحمه الله قال له ما اسمه؟ فقال اسمي سعيد بن جبير. فرد عليه الحجاج قائلا لا بل أنت شقي بن كثير. فقال له سعيد بل كانت أمي أعلم منك باسمي. فقال له الحجاج شقيت أنت وشقيت أمك. فقال له سعيد الغيب يعلمه غيره. فقال الحجاج لا بد لك في الدنيا من نار تلظى، لن تخش النار في الدنيا قبل الآخرة. فقال له سعيد لو علمت أن هذا بيديك لاتخذتك إلها من دون الله. فقال الحجاج ما تقول في محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقال سعيد نبي الرحمة وإمام الهدى. فقال الحجاج ما قولك في علي؟ أهو في الجنة أم في النار؟ فقال سعيد لو دخلتها وعرفت أهلها عرفت من فيها، ما دخلتهاش لسه ما عرفش. فقال الحجاج ما قولك في الخلفاء؟ فقال سعيد لست عليهم بوكيل. فقال الحجاج فأيهم أعجب إليك تحبني أكثر؟ فقال أرضاهم لخالقي. فقال الحجاج ومن أرضاهم لخالقك؟ قال علم ذلك عند الذي يعلم سرهم ونجواهم. قال الحجاج فما بالك لم تضحك؟ ما بتضحكش ليه زينا كده؟ فقال سعيد وكيف أضحك مخلوق خلق من طين والطين تأكله النار؟ قال الحجاج لكننا نضحك. طب احنا نضحك ليه؟ قال سعيد لم تستوي القلوب، القلوب مشابهة بعضيها، في ناس كده وناس كده. ثم أمر الحجاج باللؤلؤ والزبرجد والياقوت فجمعه بين يديه. فقال سعيد إن كنت جمعت هذا لتتقي به فزع يوم القيامة فصالح ينفع، وإلا ففزعة واحدة تذهل فيها كل مرضعة عما أرضعت، ولا خير في شيء من الدنيا إلا ما طاب وزكى. فقال له الحجاج ويلك يا سعيد. فقال سعيد لا ويل لمن زحزح عن النار وأدخل الجنة. فقال الحجاج بعدما كل منه ومل مش عارف ياخد معها ولا باطل، سعيد يكلمه بكلام فصل. فقال اختر يا سعيد اي قتلة اقتلك بها، اختار بها تحب اموتك مخنوق ولا اعمل فيك ايه، ولا اقطعك ولا اعمل فيك ايه. فقال له سعيد بل اختر انت لنفسك، فوالله لا تقتلني قتلة الا قتلك الله مثلها في الاخرة. هذه زبانية أعدوا للأذى وتخصصوا في فنه الملعون. فقال له الحجاج أتريد أن أعفو عنك نفسك أسيبك؟ فقال إن كان العفو فمن الله، وأما أنت فلا براءة لك ولا عذر. فقال الحجاج اذهبوا به فاقتلوه. لما خرج سعيد أخذ يضحك فأمر الحجاج برده وقال أذهل عقلك؟ فقال له سعيد كلا، إنما أضحك وأعجب من جرأتك على الله وحلم الله عليك. تصنع بنا هذا نحن أولياء الله، والله تعالى حليم بك ويهملك ولكن لن يهملك. لا يبأون بصالح ولو إنه في زهد عيسى أو تقى هاروني. لا يرحمون الشيخ وهو محطم والظهر منه تراه كالعرجون. فأمر الحجاج بالنطع فبسط حتى يقتل عليه سعيد، ثم قال اقتلوه. فقال سعيد وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. فقال وجهه به لغير القبلة. فقال سعيد فإنما تولوا فثم وجه الله. قال الحجاج كبوه على وجهه لأنه ما خلوه يشعر الأرض. فقال سعيد منها خلقناكم وفيها نعيدكم
ومنها نخرجكم تارة أخرى. فقال الحجاج اذبحوه. فقال سعيد فأما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، خذها مني حتى تلقاني بها يوم القيامة، اللهم لا تسلطه على أحد بعدي. فمات سعيد ولم يسلط الله الحجاج على أحد بعد سعيد. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. في زحام الناس يبدو هكذا وجه الحياة، قد رأى اليوم نهارا وغدا قد لا يرى. اترك الدنيا قليلا يا أخي قم للصلاة.